محمد بلال حموتي يبلغ من العمر 11 سنة ويسكن مدينة وجدة. ألهمته ألعابه إلى أن أصبح مولعا بالروبوتيك والإلكترونيك ليتمكن من ابتكار عدة أشياء. تأثر في فترة الحجر الصحي بتعليمات الوقاية من كوفيد-19 خاصة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي ليبتكر نظارات تتيح ذلك. نظارات تحدد مسافة الأمان بين شخصين في متر واحد، وعند تجاوز المسافة تصدر تنبيهات معينة عبر إشارات صوتية أو عبر الأرقام. السلام عليكم، أنا سميتي حموتي محمد بلال، عندي 11 سنة، كان قرب المستوى السادس ابتدائي بمدرسة المنتزه البلدي بوجدة. أنا جتني هاد الفكرة ديال هاد الابتكار ديال نظارة المسافة القانونية جتني في فترة الحجر الصحي، لأن كنت كنسمع الأخبار دائما كيهضروا على المسافة القانونية. جتني هاد الفكرة وطبقتها، ولكن طبقتها غير بإمكانيات بسيطة. الدور ديال هاد النظارات هي كي كتكون المسافه ما بين الشخص وشخص قل متر، كتظهر واحد الارقام في الشاشه ديال النظارات، يعني في الزاجه اللي في النظارات ما كتخليكش تشوف مليح، وفي نفس الوقت كيصوني واحد البيزر زدتو بالنسبه للمكفوفين اللي ما كيشوفوش، ويقدروا يستعملوه حتى اللي كيشوف. كنت درت واحد الرافعه ديال كتهز المسامير، وكنت درت ايضا واحد اليد. جاتني الفكره ديالها بالبحث اللي كنت كنبحث في اليوتيوب باش نزيد نطور راسي شي شويه، وجاتني الفكره ديال هاد اليد. انا اللي درتها بواحد الامكانيات بسيطه، انا فكرت انها تقدر تنفع دوك اللي ما عندهمش اليدين، تقدر تنفعهم غير بيديروا واحد الحساس في اليد ديالهم، ماشي في هنا، وتولي عندهم بحال يد ولكن هي غير اصطناعيه. وتهدي انا ماذا بيا كنطورها شي شركه. وباش بقيت كنبغي هاد الشيء ديال الاختراعات والتجارب بفضل الالعاب، اللعب الالكترونيه اللي كنجيبهم لبابا كي كنت صغير. كنجيب لي بحال مثلا سياره ولا روبو ولا كوبتير، نتحكم فيهم بالتليكوموند، وهكا كنجيب لي بحالهم هكا، يمشي للجوطيه يقلب على حوايج بحال هكا. وكيعجبني هاد الشيء، وكان الحلم ديالي انني ندير بحالهم بنفسي، يعني بوحدي. بابا هو اللي كان كيشجعني بزاف في هذا المجال، وكان يشجعني كما قلت، كان يجيب لي هاد الشيء. وكان واحد الوقيته كي بديت نخدم في هذا الشيء ما كانش يخليني نخدم فيه بزاف، ونستعمل لي بياس اللي كنخدم بهم بزاف باش ما نتخلاش على الدراسه ديالي. وكي جات هذه الفتره ديال الحجر الصحي خلاني نستعملهم فوق ما بغيت. الحمد لله قدرت اني نطبق بعض الافكار ديالي، وبعض الافكار خصهم امكانيات كبيره، وما انا عندي كنخدم الحوايج اللي عندي الامكانيات ديالهم، وكنطلب من المسؤولين والناس من الدرجه العليا انهم يساعدوني معنويا. انا باغي الطموح ديالي مستقبلا انني نكون شي عالم كبير في هذا الشيء ديال الروبوتيك
وهذا الشيء ديال الالكترونيك. وكنشكر بزاف عمي عباس وطاطا جميلة لأنهم كيسكنوا معنا في نفس السكنة وكانوا هما من الأوائل اللي شجعوني. وكنشكر جميع العائلة اللي شجعوني في هذا المجال وساعدوني. وكنشكر أيضا الأساتذة ديالي والشباب ديال المواقع التواصل الاجتماعي تهما لأن تهما كانوا كيشجعوني بزاف. والله يحفظ جلالة الملك والله ينصره. وكنبلغ سلامي للأسرة العلوية كاملين وخصوصا مولاي الحسن والله يوفقه في الامتحان والله يسهل عليه.